بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبات العزيزات، طالبات الصف الثالث، رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي: الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري، ورؤية المدرسة: إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي متحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. مرحبا بكم عزيزات الطالبات في درس جديد من دروس اللغة العربية، لغتنا الجميلة. فلنبدأ درسنا بالتدريب على هذه الكلمات. أولا، هل رأيت هذه الكلمات؟ رأيتها جميعا؟ من منكن تستطيع الآن كتابة هذه الكلمات كتابة صحيحة؟ فلتكتبي هذه الكلمات. الكلمة الأولى: الشوارع، الشوارع. الكلمة الثانية: رأى، رأى. الكلمة الثالثة: مزينة، مزينة. هل كتبنا الثلاث كلمات؟ سننتقل إلى درسنا وهو خط النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. أهداف درسنا: أن يكتب الطالب كلمات تحوي حرف الراء والزاي بأشكالهما المختلفة وفق قواعد خط النسخ كتابة صحيحة. هدفنا الثاني: أن يكتب الطالب العبارة بخط النسخ مراعيا حجم الكلمات والمسافة بينهما كتابة صحيحة. نرى في درسنا اليوم، نريد أن نكتب أشكال حرفي الراء والزاي في خط النسخ. انظري حبيبتي إلى هذا الحرف، إنه حرف الراء. كيف نكتب حرف الراء؟ نعم، ينزل جزء من الحرف أسفل السطر، ينزل جزء من الحرف أسفل السطر. انظري إلى شكله، نعم إنه يشبه الهلال، يشبه الهلال، ينزل جزء منه أسفل السطر. كذلك حرف الزاي، ولكن إذا رأينا الحرف الأول حرف الراء، هذا الحرف عندما نريد أن نكتبه في بداية الكلمة أو عندما يكون منفصلا. انظري أيضا كذلك حرف الراء عندما يكون متصلا مع حرف آخر، ينزل جزء منه أسفل السطر كما هو في كتابته منفصلا. لنرى حرفنا الثاني حرف زاي، أيضا عندما يكتب منفصلا ينزل جزءا منه أسفل السطر ويكون يشبه حرف الراء بإضافة نقطة عليه. عند كتابته متصلا مع حرف آخر، نعم إنه يكتب وينزل جزء منه أسفل السطر. استطعنا الآن أن نرى كيف نكتب حرفي الراء والزاي عندما يكونا منفصلين أو متصلين مع حرف آخر. ألاحظ أن حرفي الراء والزاي من الحروف التي يكتب جزء منها أسفل السطر.
نرى حرفي الراء والزاي. نريد أن نراها هنا. كيف نكتب هذين الحرفين عندما يكونا في أول الكلمة؟ في أول الكلمة حرف الراء وحرف الزاي في أول الكلمة. من تأتي بمثال لحرف الراء في أول الكلمة؟ ممتاز، أحسنتي. كلمة رجل، رجل. أتى حرف الراء منفصلا عن حرف الجيم وكتب جزء منه أسفل السطر. لنرى حرف الزاي، ومن تأتي بمثال لحرف الزاي؟ أحسنتي، زرع، زرع. نرى في هذه الكلمة حرف الزاي في أول الكلمة وحرف الراء في وسط الكلمة، ولكنه منفصل عن الحرف الآخر. هكذا يكتب حرف الزاي وحرف الراء في بداية الكلمة. لنرى كيف نكتب هذين الحرفين في وسط الكلمة. انظري حبيبتي، نعم، كلمة خريف، خريف، إنه وقت تساقط الأمطار. حرف الراء مع حرف آخر، مع حرف الخاء، أتى مع حرف الخاء. استطعنا أن نكتب حرف الراء متصلاً مع حرف الخاء في وسط الكلمة، وبنفس الطريقة ينزل الحرف أسفل السطر. لنرى حرف الزاي عندما يكون متصلا مع كلمة أو في وسط الكلمة مع حرف آخر. من تأتي بمثال كلمة أخرى؟ كلمة حزين، حرف الزاي يتصل مع حرف الحاء ويأتي في وسط الكلمة. إذا نظرنا إلى إذا هذين الحرفين في آخر الكلمة، من تأتيني بمثال لحرف الراء في آخر الكلمة؟ أحسنت، حرف الراء في آخر الكلمة وأتى منفصل في كلمة النار. أتى منفصل في كلمة النار، وأتى متصلا في كلمة بئر. حرف الراء في آخر الكلمة ولكنه متصل بالهمزة. من تمثل لحرف الزاي في آخر الكلمة منفصل؟ نعم، نرى ذلك في كلمة يفوز. حرف الزاي أتى في آخر الكلمة ولكنه منفصل. وفي الكلمة الأخيرة كلمة الخبز. نعم، حرف الزاي أتى في آخر الكلمة ولكنه متصل. استطعنا الآن أن نذكر بعض الكلمات وحرفي الراء والزاي في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. هل عرفنا كيف نكتب هذين الحرفين في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة؟ أحسنتم. تدريب عملي. اقرأ واكتب الكلمات الآتية بخط النسخ مراعيا أحجام الحروف في الكلمات في الكلمة الواحدة. الكلمة الأولى كلمة رباب. انظري، حرف الراء أتى في أول الكلمة منفصل. كلمة رباب، أتى حرف الراء منفصلا. في الكلمة الثانية كلمة عطر. نعم، أتى حرف الراء في آخر الكلمة ولكنه متصل. فلننظر إلى حرف الزاي في كلمة زرافة. أتى حرف الزاي في أول الكلمة منفصل،
وفي كلمة مزرعة أتى في وسط الكلمة، ولكنه متصل بحرف الميم. اكتبي حبيبتي هذه الكلمات، فلنبدأ من أسفل الرقم 1 ونكتب هذه الكلمات، نراعي أحجام الحروف وبخط جميل، ونستطيع أن يتحسن خطنا وطريقة كتابتنا في المرحلة الثانية. اكتب الآن حبيبتي هذه الكلمات: رباب، عطر، زرافة، ومزرعة. لننظر مصدر التعلم صفحة 46. رأى زيد شوارع قطر مزينة بالزهور والأشجار. ماذا رأى زيد؟ نعم، إنه رأى شوارع قطر الجميلة المزينة بالزهور والأشجار. لنحدد مواضع الحروف الملونة في العبارة هذه، نرى حروف ملونة باللون الأحمر في هذه العبارة. نريد أن نحدد مواقع هذه الحروف. في كلمة رأى نرى حرف الراء في أول الكلمة. نعم، نرى حرف الراء في أول الكلمة وينزل أسفل السطر. الكلمة الثانية كلمة زيد. نعم، نرى حرف الزاي في بداية الكلمة. أتى في كلمة زيد حرف الزاي في بداية الكلمة. كلمة شوارع. شوارع، أين حرف الراء؟ نعم، أتى حرف الراء في وسط الكلمة منفصلا. أتى منفصلا في وسط الكلمة. وفي كلمة قطر ما هو الحرف الملون؟ نعم، إنه حرف الراء في آخر الكلمة متصلا مع الطاء. وفي كلمة مزينة نرى حرف الزاي في وسط الكلمة أيضا متصلا مع حرف الميم. بالزهور، هذه الكلمة حوت الحرفين معا، حوت حرف الزاي في وسط الكلمة متصل بحرف اللام، وحاوت حرف الراء في آخر الكلمة منفصلا. والأشجار، حاوت حرف الراء في آخر الكلمة منفصلا. أحسنتم حبيباتي في معرفة مواقع حرف الراء وحرف الزاي في هذه الجملة، فلنكتب هذه الجملة ونتدرب على كتابتها وكتابة حرفي الراء والزاي. أريد نسخ هذه الجملة 3 مرات حتى نلتقي في درس قادم. حبيباتي استودعكم الله، ولكن أريد منكن كتابة جملة الخط في ورقة ملونة. اكتبوا جملة الخط في ورقة ملونة وبخط جميل. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.